هلا ومرحبا فيكم مشاهدين الكرام في بطولة أركبيتا الدولية للشطرنج والتي تقام على أرض نادي الخريجين للمرة الثانية. تابعونا في هذه الرسالة. افتتحت بطولة أركبيتا الدولية للشطرنج بنادي الخريجين برعاية وحضور وزير الصناعة والتجارة الدكتور حسن بن عبد الله فخرو العضو الشرفي لنادي البحرين للشطرنج، وبحضور عدد من كبار الشخصيات من داخل وخارج مملكة البحرين. تنخصر فيه ثلة من كبار اللاعبين الدوليين والمتميزين، ممزوجين بأعداد من إخوانهم الشطرنجيين الخليجيين والبحرينيين، يعزفون جميعا لحن المنطق وقوة العقل والتفكير السديد ليخلقوا تاريخا خلاقا لمن بعدهم من الأجيال، تناجي جموع الشباب لدروب العقل والمعرفة ولسبر أفاق الكون الجميلة في علم التفكير. إنه لمن دواعي سروري واعتزادي تواجدي معكم هنا في مملكة البحرين لحضور فعاليات بطولة أركبيتا البحرين الدولية للشطرنج، والتي يستضيفها وينظمها نادي البحرين للشطرنج، والتي يسعدني أنها واحدة من البطولات المتميزة هنا في مملكة البحرين، وتحظى بمشاركة إيجابية كبيرة وبنخبة من اللاعبين الدوليين المتميزين. استكملت اللجنة المنظمة جميع استعداداتها المتعلقة بشؤون التنظيمية والفنية وترتيبات وصول اللاعبين وحفل الافتتاح والأمور اللوجستية لاستقبال اللاعبين الدوليين والذين يمثلون 20 دولة، بالإضافة إلى عدد كبير من الجنسيات الأخرى من المقيمين على أرض البحرين وينتمون إلى جنسيات مختلفة. في الحقيقة نتوقع مستوى التحكيم أن يكون جيد، لأن في عندنا الحكم الدولي أستاذ مهدي بيكون هو المنظم العام أو الحكم العام للبطولة. في المقابل عندنا أيضا حكم دولي بحريني اللي هو الأستاذ عزيز برشيد، ومجموعة من حكامنا اللي هم المتمرسين في البطولات اللي يعني درنا بطولة سابقة دولية في 2005، إلى جانب مجموعة كبيرة من الدورات الدولية اللي شاركوا فيها حكامنا. هو في الحقيقة هدفنا الرئيسي كان ولا يزال كنادي البحرين للشطرنج نشر اللعبة في البحرين ورفع مستويات لاعباتنا ولاعبيننا في البلد، بحيث نستطيع أن نجعل الشطرنج في البحرين في مستوى متقدم أكثر مما هو حالي. يعني طموحنا كثير متقدم لتطوير هذه اللعبة في البحرين ووضع البحرين على خارطة الشطرنج العالمي. وكما شارك أيضا عشاق لعبة الشطرنج من البحرينيين بمختلف فئاتهم العمرية. طبعا بطولة أركبيتا هي تعتبر أقوى بطولة صارت أو تصير في البحرين تاريخيا، ما قد صارت بطولة في هذا المستوى. 13 جرام ماستر موجودين، جرام ماستر هو أعلى لقب شطرنجي في العالم، والأستاذ الدوليين الثانيين، ففرصة يعني ممتازة حق الواحد ينافسهم ويحتك معاهم. هذه أولى مشاركاتك؟ لا مو أولى مشاركات، شاركت من قبل. توقعاتك لهذه البطولة؟ توقعات صعبة، لأن بطل العالم السابق للشباب أحمد عدلي وبطل أوروبا السابق تراجوبوف موجودين، وايد صعبة. السويسري يانيك أكثر من لاعب قوي، صعب الواحد يتوقع من يفوز البطولة. عرفنا لعبة الشطرنج لعبة صعبة، كلمنا عن الصعوبة اللي تواجهكم أنتوا كلاعبين في هذه اللعبة. هي لعبة مو صعبة، هي لعبة سهلة، فيها عمق في التفكير، بس يعني مو صعبة بالدرجة اللي يعني الناس تصورها، ولعبة جميلة يعني ممكن أي واحد يمارسها.
تمثل لكم هذه البطولة في البحرين، وهل هي كانت فرصة للاعبين البحرينيين مثلكم؟ طبعا هي حدث شطرنجي يعني من زمان كنا ننتظر أشي نفسها يعني تبين سبقاتنا، وإحنا نحاول يعني بصفتي أنا كأمين سرنا للبحرين شطرنج المنظمين للدورة نحاول نجاري الأحداث ونكون في مستوى البي وأحسن إن شاء الله في السنوات القادمة يعني.